أهلا بكم من جديد. تميزت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة في سيرت بخطاب هادئ يتوقع مراقبون أن يساهم في مساعي استكمال المصالحات العربية، وقد تدفع تحديات كبيرة مثل تهويد القدس ومبادرة العربية للسلام بقطار المصالحات إلى الأمام. لكن اللافت في الجلسة الافتتاحية دعوة رئيس القمة العقيد معمر القذافي إلى عدم التزام قاعدة الإجماع في العمل العربي المشترك. فكيف ستقارب القمة العربية هذه الملفات؟ وهل يقدم القادة العرب على سحب المبادرة العربية للسلام من على الطاولة؟ في إطار التوقعات المنتظرة من القمة العربية التي انعقدت في ليبيا، يبقى المسؤولون العرب على موقفهم الرافض للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل طالما تستمر في سياسة الاستيطان، ويبقى المسؤولون الإسرائيليون على موقفهم المصر على ما يسمونه حقهم في الاستيطان في القدس، بل ويشددون على أن القدس بشطريها الغربي والشرقي هي عاصمتهم الأبدية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء التركي بالجنون. أما فيما يتعلق بسياسات عربية موحدة، فقد برز في سرت غياب عدد من الحكام، وهو ما يشير إلى أن الأجواء بين الدولة المضيفة وعدد من الدول العربية لم تصفو تماما بعد، وربما يكون هذا هو السبب وراء عدم تمسك الرئيس الليبي بقاعدة الإجماع في اتخاذ القرارات، داعيا كل دولة للسير على النهج الذي يناسبها. النقطة الأخيرة، لم نعد بعد الآن ملزمين بالإجماع، فالذي إذا أي مجموعة من الدول العربية وافقت على أي شيء تستطيع أن تمضي فيه إذا كان ماشي بالطريق الصحيح ويلبي مطالب الجماهير، إذا مجموعة أخرى لا 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 لا, لا تقبل عليها أن تبقى تراوح في مكانها. ومع مواجهة القمة للتحديات المعروفة المتعلقة بالشأن الفلسطيني وملف السلام، وتلك التي تخص الملف النووي الإيراني والأوضاع في السودان واليمن والصومال، تطل تحديات جديدة أمام المؤتمرين قد تؤدي إلى جدل حولها، مثل طلب رئيس القمة توسيع صلاحياته ليصبح متحدثا باسم جميع الحكام العرب، ومنها مطالبة الجامعة العربية برفع ميزانيتها المالية كي تتمكن من ممارسة مهامها، ورفض مصر نقل مقرها إلى الدول العربية بشكل دوري، وكذلك اقتراح الرئيس اليمني بتحويل الجامعة إلى اتحاد مشابه للاتحاد الأوروبي برئيس ومفوضية للشؤون الخارجية وبرلمان خاص. فهل هو الشكل أم المضمون ما يعيق التوصل إلى حلول؟ ميساء أقبيق، العربية.